طيب دكتور، هنا يعني ازاي الواحد ممكن يعرف ان هو عنده مشاكل في الكلى، سواء بقى من الحصوات او عنده املاح زياده؟ هل هنا في اعراض بتبقى واضحه؟ تمام. في اعراض لو عندك شك ان انت عندك حصوه او رايش او رمل على الكلى. اول حاجه بيجي لك الم شديد متقطع، يعني ما بيبقاش ثابت، بيروح ويجي مره واحده بشكل عامل زي الموجات كده، في منطقه الخصر، في منطقه اسفل الظهر، في منطقه اسفل البطن، بيبقى بيتنقل في المناطق دي. بيبقى لو في التهاب شديد في المسالك البوليه ناتجه عن بكتيريا بيعمل لك سخونيه. طبعا بيبقى في صعوبه في التبول، وريحه البول بتبقى وحشه، بتبقى عايز كل شويه تروح الحمام وتلاقي كميه الميه قليله. يعني بتبقى خلاص عايز تروح الحمام، تروح تلاقي كميه البول قليله خالص. المفروض كمان بيبقى في غثيان ودوار وقلق في المعده، وريحه البول بتبقى مميزه، بتبقى ريحتها مش كويسه خالص.